نتابع نحن وياكم عالم الصباح لليوم، ومثل ما ذكرت بالبداية حوالي الساعة 12:30 رح منودعكم، فإذا الوقت المتبقي كله رح ننتقل فيه حتى نترافق مع الشيف طارق ضمن ورشة فرح. مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم كمان مرة ثانية لآخر أو مسك الختام للحلقة اللي هي دائما بنجمع فيها الشغلات. تحت الهواء حطيت التارت بالفرن، قلينا الدجاج وخلصناه، اوكي كله خلص. هلا بدنا نطبق البلا اللي بدنا نعمله. حاطط هون بصل لحتى يتقلى شوي، وعم بشتغل بطنجره شوي او بالصينيه شوي واسعه لحتى نختصر الوقت. في عندي شويه مشروم عملتهم بالفرن كمان لحتى نختصر الوقت، اللي رح اعمله رح ازيده على البصل. المشروم قطعناهم ارباع. كمان بطنجره تانية عندي هون حاطط بصل وزيت زيتون لنعمل الرز. الرز رح ناخده اللي هو كمان نقعناه قبل بوقت، رح نضيفه فوق القلية. أكيد بنحرك هلا هون رح نشيل الصينية الكبيرة حط الرز عليها، لأنه إجمالا كل شيء عمل للرز أو كل شيء عمل للدجاج كان حاضر، تحضيره حاضر. حط الرز على نار شوي اقوى ونخلي هولي حدنا اكيد بيشوفوا اكثر. في عندي كمان شغله كثير طيبه اللي هو الثوم المشوي، روستد جارليك. روستد جارليك كمان عملناه بالفرن. كل اللي بدكم اياه تحطوا زيت زيتون، تقصوا راس الثوم وترك لكم اياه مثل ما هو انا اللي هو هيدا، وتقصوه بالنص زيت زيتون وتحطه بالفرن يتحمص او بينشوي لحاله. الثوم المشوي كثير طيب اصلا، هي من الروسات، من قلب الروسات تبعو التشيكن كاتشاتوري او مثل ما بيسموه بالفرنساوي بولي شاسور، بس ما خصوا باللي بيعملوه التليان. هيدي اجمالا الروسات لشخص قاعد بالبريه، وهي الشاسور او ميثود الصياد، هي تنعمل لاي طريده بصيادها، لاي شقفه لحمه، لاي يعني منا، بس هي محصوره بالتشيكن او بالدجاج. انا شويه زيت زيتون عليهم، سوري زيت الثوم، هذا قصدي. اوريجانو وزيت وزعتر يابس، بس حتى اشيل هي من هون. الرز بعتقد كمان صار لازم نزيد له هلا المي، اوكي خلاص. هلا قبل ما نزيد له المي للرز اللي رح نعمله، رح نحط حوالي 400 جرام من البازيلا الخضراء، فيكم تجيبوها مجلده، وهيدا الطبق بسموه ريسي اي بي سي، مش بيس البيسه يعني، بس سموها ريسي ابيسي يعني مثل اسم دلع الريزو، والبيسي اللي هي الجرين بيز. هذا طبق كتير مشهور بروما بيشوفوا حالهم فيه. طيب هون راح نزلنا شويه مي، اول شيء شوي لهون لحتى نعمل الديك لاساج لحتى ما تحترق عنا الطبخه مثل ما بيقولوا. وهون بس بدنا نحط لهم شويه مي صغيره لحتى نغمر الرز، غمره لانه سبق ونقعناه بالمي قبل بوقت، اوكي؟ هلا هيدا ونحن عم نحركه طبعا بدنا نزيد شوية ملح، وبدنا نزيد ملعقة كبيرة من الزبدة، وبيكون الرز أخذ وقته بيستوي.
لحتى نخلص طبق الدجاج اللي نحن عنا هلا، في عندي الفليفله المشويه رح نقطعها قطع كبيره، روستد بيبر كمان ما حطينا البيبر الطازج لانه الروستات بتقول لازم ينشوى مثل ما قلت لكم. الشغله شغله صياد عم بيدبر حاله بصيداته وبالبريه، فكل شيء معمول بيكون على نار خفيفه اكيد خشب او حطب. رح نطل شوي على الفرن بهالوقت. هيدا في عنا التارت حطيناها جوات الفرن وعم تستوي شوي شوي. هون بهمني شوف اذا كانه الدجاج اللي عنا استوى. اوكي رح خليه بالفرن لحتى يكون خلصنا الصوص. التارت عظيمه ماشي حالها، بدها بعد 3 أو 4 دقائق تقريبا. طيب بالمقلب الثاني عملت صوص طومات. هون صوص طومات اللي هي تقريبا صوص طومات ابيسي بسموها، فيها التوميتو صوص اللي بتاخدوها من الكان توميتو تعملوها على المولان او بايدي الثالثه اللي هو الهاند جان او الميكسينج جان، ملح، بهار اسود، واخر شيء بنطفيها ببازيليك. هيدي رح تفوت عنا، رح تكون كلياتها موجوده بقلب هالطنجرة هاي اللي هي رح يعني رح تكون اساس للصلصة اللي عم نعملها للتشيكن. هي بيجوا كله اللي رح نعمله هلا، رح نرجع نحط الصوص هي فوق منهم فوق الدجاج ونرجع نفوتها على الفرن. مثل ما شفتوا كمان حطيت هون اذا لاحظتوا حطيت التابناد اللي عملتها، رح اشيل ملعقة كبيرة لأنه ما استعملنا كتير ملح بهالطبخة هاي. التابناد اللي هي مؤلفة اللي ما كانوا معنا المشاهدين اللي ما كانوا معنا، كابر وزيتون مقطع اسود. الكابر 60 جرام وحطينا 140 جرام او 160 جرام زيتون اسود مقطع. حطينا ملعقه كبيره من البقدونس المخلوط مع البازيليك اللي منعم على السكين. رح نخلط هولي مع بعضهم. وهيدي مثل ما قلت لكم هيدي بتاخذ يعني اللي بده يعملها بالبريه او بيعملوها بالصيد من الاسم المشتق الكاتشاتوري او الصياد، يمكن بتاخذ معه حوالي 3 ساعات لانه على نار الحطب الخفيفه بيعملها، بيشوي الدجاج لحال، بيرجع بيشوي الفليفله لحال، بيشوي البصل والثوم، فكله بيكون معمول على رواق. رح اخذ مثل ما قلنا الدجاج اللي موجود عندي بالفرن. الحلبة بهالشغله هيدي انه الدجاج اللي عندي خالص صار، والصوص اللي عندي بدها بعد دقيقه لحتى تغلي كمان بتخلص. اوكي راح نحط الدجاج هون شوية، بدنا نحرك هالصوص اللي عنا ورح ناخد ملعقة صغيرة أكيدة ومنشوف إذا الطعمة مثل ما نحن بدنا. اكيد بدها شويه ملح، اصلا بنقعه الدجاج ما كترت كتير الملح، ودائما الملح ما بكتره، ودائما بنحط الملح اخر شيء من بعد ما تخلص الطبخه يعني، وتكون عملت الليكيد عمل ريدكسيون تبعوله الدجاج استوى لحتى ما يكون الملح كتير، لانه اذا حطينا ملح كتير زياده بنبطل نقدر نشيله. طبعا فينا نزيد بس ما فينا ننقص. الرز اللي عنا بده شوية وقت، مثل ما قلت رح نخليها بعد شوي صغيرة، ما بدي اسلق الشغلة سلق، بس بنفس الوقت اللي عنا رح تطلع بالتارت اذا كانوا خلصت. التارت بدي بعد تقريبا دقيقتين معنا. اللي رح اعمل رح زيد شوية بازيليك وبقدونس. اهلا غادة. رو بونجور. رو بونجورين.
صراحة الطبق التشيكن كاتشاتوري أو البولو كاتشاتوري، طريقة الكاتشاتوري هي معتمدة دائما إنه شو بيلاقي بالبرية الواحد أو بيكون زاري حد الكوخ تبعوله بيستعمله. يعني من البصل الأخضر للفليفل للمشروم اللي هلا أيامها صار بجميع أنحاء أوروبا، كمان بيقطفوها بيشوها على النار بيطبقوا الدجاج مع بعضه، إجمالا الدجاج بيكون محطوط بيستعملوا دهن البط بالتشيكن كاتشاتوري او دهن البط اللي بيستعملوه او الزبده اللي هن بيستخرجوها بيتيه. اوكي اللي نحن عنا اياها هون. طيب وين صرنا هلا؟ رح نجرب نزيد الصوص اللي حضرناها هون فوق الدجاج. اليوم ما عم نشتغل جورمي غدا، اليوم ما في عندي بريزنتاسيون جورمي. اليوم مثل ما عم بتقول اليوم من الحق لي وحد البيت صح. وهي اطيب زارعين وهي اكيد هيدي الاطيب. بفتكر انه هون بلشت تخلص الخبريه. رح نحط هيدي بالفرن هلا. خلصت كمان هيدي. ايه. اوكي طيب تنشيلها. التارت شو كان في بقلبه؟ بس خليني ركز شوي هون لانه الشغله اوتش. دقيقه كثير دقيقه. هنا حطها هون. رح نفوت مسيو بولي على الفرن. بده حوالي 4 أو 5 دقائق بالفرن تقريبا. بعتقد نكون خلصنا من هالشغله هذه. هلا في عندي شغله صغيره بدي اعملها هون قبل ما دائما بحب انه تكون الشغله نظيفه. فيني بس اتنقوز؟ اكيد. ايش شو؟ ريحتها اكله. طيب خليها مسكره. هيدي مثل ما قلت لكم الملح. بعدين شوفوا الالوان اللي عندي اياها. الالوان استعملنا البصل الهندي مع البيز اللي هي رز وبازيلا يعني بالنتيجه. ما بدنا نحكي هيك بس لانه في حدا مفكر انه يخني. قلت له مش يخني، هي هيدي كثير مشهوره بايطاليا وحتى بتتاكل كمان بردي. في ناس كثير بيكلوها بردي. اذا رح تتاكل بردي مع شويه كريم وشويه حامض وبارميجانو اكيد عليها بتطلع. شو حطينا فيها غير بازيلا وبصل؟ اول شيء قليت البصل، بس ما بدها شيء. قليت البصل مع زيت الزيتون وزبده اهم شيء. مي مش ستوك عادي. مي والبازيلا يعني رز وبازيلا وبصل اكيد ملح والبهار والمي وبازيليك هلا اخر شيء. بس نخلصها ونقلبها اخر قلبه رح نزيد البارميجان عليها لحتى تصير ثقيله. التارت اللي عندي اياها هون بعدها شوي سخنة. بعدها كتير سخنة. بعدها سخنة منيح. ايه. طيب احسن ما تنكسر. مظبوط معك. خليها هيك بس هلا بدنا نشقفها شوي. هلا اللي عملناها هون بتتذكروا التابناد اللي عملناها شو حطينا فيها؟ تابناد اللي هي تابناد الزيتون فيها كابر وزيتون بازيليك وبقدونس. البقدونس بلدي. حطيت الموتزاريلا شوي صغيره. موتزاريلا هي المفروض يكون فيها توميتو اكثر بس انا حبيت انه نفرجي الطريقه الاخرى. مرتي الجايه بنوعدكم انه نعمل البومودورو بس لحالها. هي تارت بومودورو كراميليزاتي. كراميليزاتي هي هيك الاصول تبعولها. نحن حطينا موتزاريلا بس لحتى نقربها شوي على البلت يعني ما تكون كثير البندوره او حامضة او حلوة او قوية. مزبوط. بعتقد هيدي كمان رح تخلص بعد شوي هون. رح نحضر صحنين. صحنين؟ او صحن واحد. شفت كيف؟ هلا بلش الحديث. صحن واحد، ممنوع حدا يقرب. بفتكر اذا كفيت جملة ثانية بطل فيني اقدر من الاستوديو. طيب هول بعتقد صاروا خالصين بس بدهم بعد ينشفوا المي تبعولهم.
مع انه الرز المفروض ينعمل على نار كثير خفيفه الا اذا كان في عندكم طناجر اللي هي مؤلفه من هالمتل هيدا الغير لاصق. اوكي رح اعمل هون رح زيد البارميجانو عليها لانه الرز صار خالص، بس كمان حتى خلينا نكون على بس شويه نتاكد. نحن بعد معنا دقيقه هون شو بدنا نعمل؟ بدنا كثير وقت بالفرن؟ نو نو كمان خلصت. اوكي واو لا تنشف على الاخر. لا مش ضروري مش ضروري، بس حتى نشيل الدجاج من الفرن. نعم مثل ما قلت لكم الدجاج محطوط بعظمه وفي اكيد شقف الصدوره محطوط بدون عظم. بس رح نقول لكم كيف تتقدم هالشغله هيدي. هنجيب ملعقتين اضطرت انا انطرش بس شوي لحتى سقع لحسب ما تتكسر معنا مثل ما قالت غدا. مزبوط رح نطفي تحت الرز. احنا وقتنا بعتقد خلص خلص على الاخر، بس فينا نسرق يعني كم ثانيه بس فينا نسكب. اوكي بس لحتى نحط بس السقع خلص ممنوع الحكي. لا فينا نقول لهم باي بهالوقت نحن وعم نسكب. مزبوط امتين رح نرجع نلتقي مشاهدينا؟ انا بشوفكم جمعه الجاي كمان تنين وثلاثه ان الله يرد. ما بعرف شو رح تكون، معقول تكون تليانه معقول يكون شيء غيره أكيد. حسب ما الاريحه. ميرسي لك شيف طارق، اكيد نرجع نشوفك اسبوع اللي جاي. انا بدي اودع المشاهدين واتمنى لكم بقيه نهار كثير حلو. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you.